لي باسمكم جميعا أن أكرم ثلاثة من الزملاء الأعزاء علينا جميعا، والذين سوف تكون هذه الجلسة الأخيرة لهم، ونحن نشكرهم ونقدر ونثمن ما قدموه لخدمة أمتكم العربية وللعمل العربي المشترك، وأيضا نطلب منهم أن يكونوا على تواصل مستمر مع البرلمان العربي بآرائهم ومقترحاتهم. وأدعو أصحاب المعالي معالي النائب عبد الرحمن المنجيد ومعالي النائب الدكتور عبد الكريم القريشي ومعالي النائب عزيز بزاز إلى المنصة لتكريمه. Thank you.